بالنسبه للناس اللي كيلتجؤوا لهذه الظاهره ديال السحر والشعوذه في هذه الايام ديال عاشوراء، يعني هما واحد الناس اللي عندهم واحد يعني تقريبا واحد النسبه كبيره ديال عدم الايمان بالله سبحانه وتعالى، لان اي حاجه بغاها لك الله راه واخا ما عرفتش اش يدير الانسان، هو السحر ايه تنامنوا به، ولكن كما تنقولوا الله يخلص كل واحد، لان تيقول لك ولو اجتمع الانس والجن لن يضرناك بشيء الا بما كتب الله لك، يعني السحر هو كاين وكنامنوا به، ولكن راه اللي دار شي حاجه ربي كيخلصو صافي. هذيك الظاهره يعني كنتمنوا من الانسان انه يقوي الفكر ديالو ويقوي الايمان ديالو باش يحاول يبعد على هذيك الظاهره، لان ما عندها حتى شي اساس من اي هدف، يعني تكون باغي تحققه وتحاول تحققه بهذه الطريقه هذه. كان حسب الراي ديالي انا نقول ان الواحد يلتجئ الله ويلتجئ الكتاب والسنه وراه ما يكون غير الخير ان شاء الله. بالنسبه لهذه الظاهره هذه كنظن ان صعيب تحيد من المجتمع ديالنا، سيرتو انها متوارثه من جيل لجيل من الامهات للابناء ديالهم، مي ان شاء الله كنترجاو خير في الجيل اللي جاي بانه يعتبر عاشوراء هو مناسبه دينيه الفرحه وتجمعوا فيها الحباب وينشطوا فيها الوليدات والعائلات. اما الامور هذه اللي هي امور ديال السحر والشعوذه والدجل فهي كنظن الانسان خصو يتجاوزها ويفكر في امور ايجابيه احسن، لان هذه فرصه باش الانسان يصلح العلاقات الاجتماعيه ديالو ويفيتي انه يدخل في هذه المتاهات هذه اللي اصلا هي الهدف ديالها غير التفرقه. وكما كتعرف ان واخا حنا في القرن الحادي والعشرين فهاد العادات راه متجذره وخاصنا نوقفوا جميع ضد الظاهره هذه سواء الجيل ديالنا ولا الجيل اللي قبل منا. بالنسبه للعائلات اللي كيتجاوزوا السحر خصوصا في هذه الفتره ديال العاشوراء كيتجاوزوا انطلاقا من عده نقاط، اللي هي اولا قضيه ديال التقاليد ديال جدودنا اللي بقات هذه الفكره ديال انهم في ايام ديال العاشوراء كيديروا مجمر جوج ثلاثه. بالنسبة للنقطة الثانية كما كنعرفوا أنه محرم دينيا، دونك ما خصناش نلتجئوا للسحر وإلى آخره. بالنسبة للفكرة الأخيرة ما كنظنش أن هذه القضية ديال السحر أنها غادية وكتكثر، هي غادية وكتقلص بفعل العصر دابا اللي حنا عايشين فيه والحداثة والعصر ديال الفيسبوك إلى آخره. دونك ما كنظنش أن الشباب ديال هذا الوقت انهم كونسونطري مع ما يسبب مجمار والسحر والشعوذه الى اخره، وهذا الشيء زعما انطلاقا من انخفاض الاميه. دونك بما ان الاميه كتنخفض الوعي كيطلع، دونك اوتوماتيكمون السحر غادي ينقص، ما بقاش هذه الفكره غادي تبقى تداوم ان شاء الله من القدام. هذا الشيء ديال عاشوراء اللي كيشدوا الناس كيدخلوا لواحد الاساليب اللي ماشي من ثقافتنا. انا كنصح بالناس اللي كيدير شي تشعويذ ولا كيدير شي سحر لشي واحد، راه هذاك الشيء راه ما خدامش ليه، راه غدا يوم القيامه ان شاء الله غادي يتلاقى امام الله هو وياه، راه غادي ياخذ حقه وغادي يلقى المصير ديالو اللي خايب. انا كنصح بالناس اللي كيديروا هذا الشيء يحاولوا يبعدوا، راك تخرجوا على الشباب وعلى دراري صغيورين مساكنين يلاه كيكونوا يتزادوا، كتخرجوا عليه بزاف، راه على الجهه ديال الناس اللي كنشوفوا المسائل ديالهم، كنشوفوا التصاور ديالهم في فيسبوك الساحرين اليوم وداك الشيء، وكتلقى مسكين جالس كيدور في الزنقه كيرحمق، هذا الشيء راه ما خدامش، والله العظيم انا كنقسم بالله الى يوم القيامه لما واحد غادي يتحاسب واحد الحساب اللي يقول يا ربي ليتني نرجع ناخذ غير دقيقه اللي غادي نستغفر فيها الله، والله لا يغفر للمشرك ولا الساحر ولا لاي مشعوذ. السحر مذكور في القران الكريم، يعني بنادم خاصو يتحصن وخاصو يدير الاذكار ديالو اليوميه ويكون عنده بحال اللي قلتي علاقه قويه مع الله سبحانه وتعالى باش لا كانت شي حاجه ديال السحر، لان الله سبحانه وتعالى في القران الكريم قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني انت لك تيم تحصن وعندك علاقه قويه بالله سبحانه وتعالى ما نظنش انه السحر ياثر فيك، ولكن كتشوف العكس، لانه الامهات ديالنا في هذا الوقت هذا يعني الاكثريه ولا كيلتجئ للسحر والشعوذه باش يحقق شي حاجه المصالح ديالو الذاتيه، والله سبحانه وتعالى ما بغاش هذا الشيء، وهذا الشيء شرك
كنطلب من النساء وداكشي انهم يبتعدوا على الطريق، لانه ما غادي توصلهم لا ما توصلهم فين، لان الله سبحانه وتعالى غادي يكون غضب ديالو، ولا جا الغضب ديال الله سبحانه وتعالى الله يحفظنا من شي حاجه وصافي.